بنبتدي دايما بان شعارنا هو الحب، بنقول لقد بدا وجودنا بالحب، فالنفخه من روح الله لتهب ادم الحياه كانت قمه الحب، واستمرار وجودنا ايضا لا يتحقق الا بالحب. كنا بنتكلم في العلاجات التحليليه النفسيه الجديده، ودي اخر جزئيه فيها النهارده، بيركزوا على وظائف الانا اللي هو الايجو وقدرتها على التكيف والسيطره، والدوافع الاجتماعيه عندهم هي الاساس. لو شفنا النهارده ايمان هنشوف الانتر بيرسونال بتاعها او بتاع الاخرين معاها هو صلب المشاكل، اللي هو الدائره الاجتماعيه المحيطه بها، بدءا من حماتها واخت جوزها وانتهاءا باخوالها ونسوانهم وجدها وجدتها الله يرحمها. كل دول الاجتماع او المجتمع اللي هي عايشاه. اتكلمنا عن الف الاثر، واتكلمنا عن سيكولوجيه الانا وعن العلاقه بالموضوع، واخر حاجه النهارده في الفرويديين الجدد، هي العلاج الدينامي المختصر. العلاج الدينامي المختصر بما يتميز عن غيره من العلاجات يركز على العمليات اللاشعورية، زي ما بتتم في سلوكيات المريض. يعني المريض بيعمل سلوكيات واحنا بنشوف اللاشعور اللي وراه. يعني واحنا بنتكلم مع المريض هو بيتكلم كونشس، واحنا عنا على الايه؟ على الانكونشس. واهداف العلاج الدينامي النفسي هي ان المريض يبقى واعي بما يعانيه. يعني يبقى مستبصر ويعرف هيعمل ايه، وهيبان ده في الاخر بشكل واضح. وطبعا يفهم تاثيرات الخبرات الماضيه بتاعته على السلوك الحالي. يعني ايمان النهارده وهي خايفه انها تتطلق، تاثير خبره الطلاق بتاعت ايه؟ امها القديمه. برضو عامله لها خوف برغم انه ظروفها وحشه ولازم يبقى الواقع بتاعها يتغير، لانه المشكله كلها اجتماعيه اكثر ما هي نفسيه. الجزء النفسي عندها اللي هو السوبر ايجو او الانا الاعلى ولومها لنفسها. طبعا هو بشكله المختصر بيبقى لتمكين المريض من انه يشوف الصراعات غير المحلوله. وطبعا احنا ورينا ايمان ده النهارده، والاعراض اللي بتنبع من العلاقات الماضيه غير الصحيه. لكن هل الاعراض اللي عندي ايمان النهارده من علاقات ماضيه غير صحيه، ولا من علاقات حاليه غير صحيه هي بتعاني منها؟ حاليا ايه علاقه العلاج السايكودينامي المختصر بالنظريه التحليليه بتاعت سيجموند فرويد؟ في المداخل العلاجيه المختصره اساسا نبع من النظريه الايه؟ التحليليه، وتم تطبيقها على نطاق واسع في مختلف الاضطرابات النفسيه، وثبت علميا فعاليتها كمداخل علاجيه. ويعتبر العلاج السايكودينامي هو اقدم العلاجات الحديثه، وبيعتمد على فهم قوي لنظريات النمو الانساني متعدده التوجهات والتفاعلات. يعني اللي بيشتغل ده مش يقول لك لا ده علاج كده بسيط وسهل، لا ده مبني على خلفيات جامده. وانت العيان بيتكلم وانت عينك على الانكونشس بتاعه، يعني لازم تبقى عندك وعي وادراك. وزي ما انتم شفتوا جد من اول ايمان ما اتكلمت ابتديت انا ايه؟ ارصد حاجات واقول لكم شايفين كذا شايفين كذا. هو ده الواحد يبقى عينه على حاجات ودي تعلن للمريض ويفهمها. العلاج السايكودينامي التدعيمي نبع من النظريه التحليليه، وده عباره عن اربع مدارس: المدرسة الفرويدية المختصرة، مدرسة سيكولوجية الأنا، ومدرسة علاقات الموضوع، ومدرسة سيكولوجية الذات.
طب ايه بقى الفرويديه المختصره دي؟ الله، دي يعني نبعا من المدرسه الفرويديه، ولكن بتركز زي ما على الطاقات، وازاي الطاقات دي تبقى طاقات بناءه. كما كنت بتكلم مع عمر من شويه، عنده طاقه عدوان، وللاسف الشديد بدل ما يوجهها لقهر الواقع وانه يتميز وينمي ثقته بنفسه بانجازات، للاسف موجهها ضد نفسه وضد ابوه وضد اخوه الصغير، ومشتت طاقاته بشكل غبي. طبعا مين اللي هيعدل الطاقات وتوزيعها؟ الانا، واللي احنا قلناه لعمر عشان الانا بتاعه يفوق ويبطل يعمل ريجريشن، يعمل نكوص للايه؟ لانه يتنافس مع اخوه ويقارن نفسه باخوه، او في نفس الوقت يوجه عدوانه ضد نفسه وينكد على روحه ويخيب نفسه ويشتتها. وطبعا بقى فاهم ان الحيل الدفاعيه جايه منه، مش جايه من الشيطان، لا منه. اصل للاسف الشديد الشيطان بتاعنا يعني شايل علينا كل البلاوي، فكل مصيبه تحصل يقول لك ما هو الشيطان. معلش الشيطان، وكأن انت ملاك بس هو الشيطان اللي غواك. ها؟ لا، هو الشيطان ده جزء منه، وهو العدوان اللي جوانا، وهو الطاقات المدمره اللي جوانا، وهو الطاقات السيئه اللي جوانا، واحده من نسختها كأن الشيطان ده بني ادم كده. وبعدين يحكوا لك حكايه ويقول لك ده الامام فلان من فلاني طلع له الشيطان وهاجمه وضربه. كل دي هلوسه، مفيش حاجه اسمها كده. الشيطان ما هو الشخص هيظهر قدام اي حد واللي يقول له ظهر له الشيطان واكلمه ولا عمله، يبقى بيهلوس هلوسه بصريه. وهتكلم عن ده لما اجي اتكلم عن البرسبشن اللي هو الادراك والاعراض اللي بتنشا من اضطراب الادراك، هتكلم عن ده. الانا الاعلى اللي بيتكون بقى اهو هنا، هل هنسيب الانا الاعلى يخش في الصراع مع الهوى والمساله تبقى حرب داخليه، ولا هنحفز الشخص على انه يتوافق مع الواقع ويعمل انجازات؟ هو ده اللي احنا عملناه مع عمر، وكنا حريصين ان الانا بتاعه يقوى، وفي نفس الوقت مطالب ان هو لا تطغى على الواقع، وفي نفس الوقت مشاكل الانا الاعلى لا تطغى على الايه؟ على الواقع، وان الانا يتغلب عليهم وينجز في الواقع، ولما هينجز في الواقع اللي هو هيرضى، والانا الاعلى هيرضى واعتبار الذات هيزيد. ايه مدرسه ايه بقى سيكولوجيه الانا؟ ده كان قلنا دلوقتي الفروضيه المختصره، انما سيكولوجيه الانا وهي وعلاقات الموضوع اتكلمنا عنهم، وقلنا ان دي بتاكد عن قدره الفرد انه يدافع ويتكيف ويختبر الواقع. هم المدرستين اهم، مدرسة سيكولوجية الأنا ونظرية علاقات الموضوع اتكلمنا عنهم قبل كده، بس احنا هنقول عليهم كلمتين كده. إن أول ما ظهروا على يد ميلاني كلاين، وطبعا اتكلمنا عن ميلاني كلاين وينيكوت. وينيكوت ده كان من الناس اللي اهتمت قوي بالأطفال ونمو الأطفال، وهاري جانترب وفيربير، الأربعة دول هم اللي عملوا أو يعني اهتموا قوي بعلاقات الموضوع، وقالوا انه الكائنات البشريه دايما في شغف بالعلاقه بالاخرين، يعني العلاقه بالاخر بتاثر وتؤذي، وبالتالي ده شفناه في حاله ايمان بشكل واضح قوي، وساعدناها انها ازاي تنجز من خلال تغيير نمط علاقتها بالاخرين. طبعا صراع الشخص واهدافه في الحياه، و ازاي يميز نفسه عن الاخرين، وساعدنا ايمان اللي تايهه وعايشه مخاوف من اللي حصل لها في طفولتها انها تميز نفسها وتشعر باستقلاليتها وذاتها، وتبطل خضوع لحماتها وتبتدي تعتز بنفسها وما تخضعش للحاجات اللي اثرت في طفولتها او لعبت دور في حياتها البالغه زي طلاق امها. طبعا اهو للاسف الشديد علاقات الموضوع السابقه للاسف بيكرروها المرضى وبيريشوها، ودي بتاخرهم وبتخليهم للاسف يتخلفوا.
لكن لو ما كرروش العلاقات القديمة أو بقوا على وعي بيها زي إيمان وعناها بيها مش هتعيش وهتحاول إنها تكون إيمان جديدة. المدرسة الأخيرة بقى هي سيكولوجية الذات، ويمكن أنتوا أول مرة تسمعوا الاسم ده سيكولوجية الذات. الله دي مدرسة هنشوف وإزاي بتتطبق. طبعا هي الراجل ده اسمه هينز كوخت ده ولا كورت، هو اللي عمل النظرية دي أو قدمها، وهو طبعا محلل نفساني من تلاميذ فرويد، وعمل النظرية دي سنة 1970. سنتها كنت أنا لسه داخل كلية الطب سنة 1970 دي. ونظرية سيكولوجية الذات بترفض تفسير فرويد بأنه يمد الغرائز الجنسية ضرب، يعني الأخر لازم إيه؟ يتمرد زي أدلر ما تمرد وزي يوم ما تمرد، كل اللي بتتلمذه على يد فرويد تمرد، وده عادي. وحتى تلامذتي اللي بعلمهم دول بعد شوية هم كمان هيتمردوا عادي، بس الكبر ابنك إيه؟ خوين. مهما بتلعب دور في تكون النفس وبتركز على النمور المتفهم للإنسان عشان نتجه ناحية علاجه، وبدي بتساعد الناس في انهم يستفيدوا ازاي من خبراتهم المبكرة عشان دي تساعد في تكوين احساسهم بذاتهم واكتشاف المكونات الجوهرية نحو الصحة والنمو. واكتشف ان فكرة حب الذات ده جزء يعتبر موجود، وانه ما هواش طار بالشخص ولكنه هيفيده. وضرب مثال بكده بان الشخص النرجسي ممكن يبقى نرجسي، بس المهم انه يبقى النرجسيه دي مش على حساب الاخرين. وهنيجي نتكلم عن الشخصيه النرجسيه دلوقتي وعلاقه النظريه دي بيها. وقال هو طبعا ما اتفقش مع فرويد في حكايه النرجسيه. فرويد بيقول ان الصحه النفسيه هي القدره على الحب والعمل، يعني الشخص يحب نفسه ويحب الاخرين وفي نفس الوقت يعمل انه ايه يخلي الاخرين ونفسه في رخاء. وطبعا ارجع اختلافه الى غياب التفاهم الوالدي، وقال ان دي بتيجي كنوع من التعويض انه الاب والام ما ادوش استجابات تفاهميه كانت كافيه، وده ما نمناش اعتبار الذات عند الطفل، وبالتالي بدأ يدور على نواحي أخرى عشان يكتسب منها الإحساس بالقدر والقيمة. ينطبق الكلام ده على مين؟ على عمر اللي لسه كان قدامنا من شوية. فالتفاهم بيقوله إن هو بقى إيه؟ قدرة المعالج إنه يفهم الخبرة من منظور المريض خلال العلاج. فإحنا هنا الخبرة اللي إحنا شفناها مع عمر هي خبرة بناءة وخبرة مدمرة، ولا ممكن هو يوجهها انها تبقى بناءة ويستغلها عشان يبقى شخص ناجح؟ هو ده اللي احنا حاولنا نعمله معاه. طبعا الصورة دي انتوا فاكرينها المرة اللي فاتت، وطبعا بشكركم وهنشوف الصورة اللي احنا عملناها مع بعض بعد شوية. المفاهيم الأساسية بقى نظرية سيكولوجية الذات اللي انتوا أول مرة بتسمعوا عنها، زي ما قلنا هو اللي اختلف مع فرويد وقال ان مش مهم ان الشخص يبقى نرجسي شويه مش مهم. والمفاهيم الاساسيه بتاعتها هي ايه بقى؟ ان يبقى في فهم للذات، يعني المريض يفهم ايه؟ نفسه، ودي المحور الاساسي في نفسيه الفرد. والجو اللي بيرمي فيه الطفل اذا كان ملائم هيبقى فيه احساس صحي وصوره نموذجيه، واذا كان هيبقى قادر على الاتساق المنطقي ويبقى قادر على تنميه احساس صحي وكده هيميل للاعتماد على الاخرين عشان يشبع ايه؟ احتياجات. بس هل احنا هنسيبه يستمر ميال للاعتماد على الاخرين، ولا ده هيبقى جزء من مرحله نمو ويبتدي يعتمد على رجليه عشان يكمل المسار الطبيعي في النمو النفسي بتاعه؟ طبعا احنا استدخلنا الكبار اللي كنا عايشين معاهم، استدخلناهم جوانا وتوحدنا ليهم،
والتوحد اللي احنا عملناه ده ادانا قدرات على ان احنا نشبع احتياجاتنا من غير ما نعتمد على الاخرين. يعني انت لما توحدت بوالدك وبدات تعمل زي ما هو عمل وبقيت راجل زيه، فانت كده ما بقاش عندك اعتماد عليه، لانك قدرت تقف على رجليك لوحدك وتعمل اللي هو عمله او تعمل بشكل مختلف عشان تحقق ذاتك. الحاجه الثانيه في نظريه السيكولوجيه الذات او المفاهيم بتاعته دور الطرح. طبعا الطرح اللي هو علاقه مين؟ المريض بالمعاين، وانه المريض بيوجه مشاعره وطلباته اللي كانت موجوده في الطفوله نحو الموضوعات هنا من الموضوع المعالج، او بيوجهها ناحيه المعالج او المحلل اللي هو الموضوع الجديد اللي بدا يظهر. يعني استدعى بشكل لا ارادي الذكريات اللي كانت تجاه ابوه وابتدي يطرح علينا، وعمر اكيد بيعمل ده تجاهي، كانه ايه؟ على ان انا ايه؟ سلطه، وان انا ايه؟ بوجهه، وعشان كده هو عنده عدوان تجاهي وانا عارف كده، لكن انا بحاول اخلي عدوانه يطلع في ايه؟ في انجاز، بدل ما يقعد يكره الاخرين ويكره ابوه ويكره اي حد بيوجهه او بيبقى سلطه عليه في وقت من الاوقات، لا، يوجه طاقته العدوانيه ناحيه الانجاز ويكره الوقت. فبيقول انه في ثلاث انواع من الطرح بتحصل وبتعكس احتياجات الذات الموضوعيه غير المشبعه. ايه الطرح الاولاني؟ المرآتيه دي يعني الشخص بيشوف الاخرين زي مرايه له. يعني ايه مرايه له؟ مش احنا بنقول المؤمن مرآة اخيه، مش كده؟ وانه المؤمن يعني او صاحبك الكويس هيوجهك وهيساعدك انك تشوف عيوبك وتصلحها، او المعالج يبقى كده قدام الايه؟ قدام المريض. فبيشمل الاستجابات الموجبه بياخدها من الاخرين ويبتدي ينمي ذاته عشان هم بيوجهوه للحاجات الغلط اللي فيه او الحاجات الصحيه اللي فيه فيتمسك بيها. تاني حاجه اللي هي النموذجيه، قال الافراد بيحتاجوا لانه حد يحسسهم بالراحه والهدوء، وده عاده بيبقى الاب او الام هم اللي بيدوا الاحساس بالراحه وبيخففوا عن الطفل. فالاخر هو نموذج ومثال، بيعمل التهدئه وبيلطف المشكله اللي حاسس بيها المريض بحيث يساعد المريض انه يحقق نفسه بنفسه من خلال الاعتماد على نفسه بعد شويه او بعد ما يصل الى النضج. والتوأمه او الأندمه ما انتوا عارفين، فاكرين في فيلم عادل امام بتاع مرجان احمد مرجان بالظبط كده، فايه؟ بيسأل احمد مكي بيقول له ايه ده؟ قال له دول ما انت مين؟ قال له ايه ما انت مين؟ ايه ما انت مين؟ مع بعض. فطبعا الاندمه يعني بعد الفيلم ده يعني ايه بقى؟ لفظ شائع، وكل واحده لها الانتيم بتاعتها، وكل واحد له الانتيم بتاعه، وساعات يبقى من الجنسين المختلفين الاندمه موجوده. يعني طبعا لانه ده احتياج عند الناس عشان يشعروا بحب الاخرين، وطبعا بما انهم يعني اثنين بيتشابهوا مع بعض فبيحاكوا سلوكياتهم مع بعض، وبيتجهوا نحو المسار الصحي من خلال التوأمه بتاعتهم عشان يبقى فيه قدره على التكيف والاختلاف اللي بيواجهها الشخص في حياته اللاحقه. اهو ادي الحاجتين، فهم الذات ودور الطرح، هيبقى الثلاث حاجات دول يا اما مرآتيه يا اما نموذجيه يا اما توأمه. سيكولوجيه الذات بقى، هذه النقطه بقى اللي هو فرق فيها في سيكولوجيه الذات او في نظريه سيكولوجيه الذات، انه قال ان النرجسيه ما هياش مرض وما هياش اضطراب شخصيه، ومن حق الشخص انه يحب نفسه، ولكن هذا الحب لنفسه لا يطغى على علاقاته بالاخرين، لا
ولا يسيب الآخرين ولا يستغلهم. وقال إن إحنا وإحنا أطفال لما بنتخيل نفسنا عندنا طاقات خارقة وإن إحنا أبطال وحاجات كده وإحنا أطفال، إحنا يعني زي العيال اللي كانوا بيتفرجوا على كابتن ماجد، فاكرين؟ فكان كل واحد فيهم بيتخيل إن هو إيه؟ كابتن ماجد في يوم من الأيام، فبيتخيل نفسه إنه صاحب قوة خارقة زي كابتن ماجد، وإنه يقدر يعمل كل حاجة زي كابتن ماجد. دي إحنا المفروض نشجعها، عشان هي دي اللي هتخلي الشخص يحب نفسه ويرقى بيها ويحب إنه يرقى بنفسه وما يكرهش. طبعا إدراكاتهم المبالغ فيها لأنفسهم ولهم دي غير واقعية، هو مش كابتن ماجد ولا حاجة. والأطفال اللي بينموا نفسهم في بيئات مساندة يعني supported، دول بيبقى عندهم قدرة على إنهم بيبقى عندهم صورة نموذجية لتحمل الإحباطات والفشل، ويقدروا يقفوا ويقدروا يصمدوا أمام الفشل. وعندهم ينموا درجة صحية من النرجسية، يعني النرجسية في درجة صحية وفي درجة مرضية. الدرجة الصحية اللي هي فيها يعني بتؤدي للأمان والمرونة النفسية والإحساس بالذات، لأنه يا جماعة مش عيب إن إحنا نحب نفسنا، لأنه دلوقتي للأسف الشديد بقى على النت كده عيوب الشخصية النرجسية. كيف تتعاملين مع زوجك النرجسي؟ كيف تتعاملي مع زوجك النرجسي؟ سميه. حطوا له سم فلان. اعملي فيه مش عارف ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه النرجسي؟ ما انت نرجسي وكل واحد فيكم نرجسي، واللي ما بيحبش نفسه ما يقدرش يحب غيره، فقد الشيء لا يعطيه. لازم تحب نفسك عشان تقدر تحب الاخرين، وهو الحب عباره عن ايه؟ عن ان انا بحب حد بيحبني، فانا بحب حبه ليا فبحبه. هو ده الحب. وفي كل العلاقات كده، دي الحقيقه. لان احنا اساسا كلنا نرجسيين وكلنا بنحب نفسنا وبنحب اللي يحب لنا نفسنا، ولما حد بيكرهنا فبنكرهه زي ما بيكرهنا، مش كده ولا ايه؟ انما بقى يعملوا لنا بقى نتبع مصايب من الشخصيه النرجسيه. وطبعا على فكره اللي بيعملوا الكلام ده هم نفسهم نرجسيين، لانهم انانيين جدا ومركزين على نفسهم ولا يقبلوا اختلاف الاخر معاهم، مع انه المفروض نقبل اختلاف الاخر ده، اذا اختلف معانا نقول له انت نرجسي. يعني على طول كده احنا امال ايه؟ احنا اصل احنا كرهناه، يعني يقول لك من حبنا حبيناه وصار متاعنا متاعه، ومن كرهنا كرهناه. كده؟ فطبعا مقولات كده بنتناقلها وبننفذها كسلوكيات وهي مش صحيه. فحكاية النرجسية دي جزء طبيعي فينا كبشر، وكون ان حد يقعد يشوه في الشخصية النرجسية ويطلع فيها القطط الفطسانة وبعدين كل واحدة تقراها ده بينطبق على جوزي، ما هي وبعدين هي اصلا ممكن الصفات تكون فيها هي وتسقطها على على جوزي. اسأل اي زوجة كده لما جوزها يقول لها ادعي لي تقول له ربنا يخليك ليا. لا، خليه ربنا يخليك ليا، مش دي دعوه الزوجه المفضله؟ اي زوجه جوزها يقول لها ادعي لي ولا يقول لها اي حاجه عشان تدعي له ولا يعمل لها حاجه تقول له ربنا يخليك ليا. الله، ولاولاده لا، ولاخواته لا، ولتلامذته لا، ولاصدقائه لا. ايه ده؟ مش دي نرجسيه ولا ايه؟ ما كل الستات كده وبيدعوا الدعوه دي. خليك ليا، امتلاك. وبعدين جوزها لما يبص لواحده ثانيه واحد ابوس زوجك، ما هي اشتراته بمرسيه الجواز، مع انه ما قصدوش حاجه، دي زميلته في الشغل وبتكلم معاها في الشغل. انما لا، انت كده ارتكبت جريمه عشان هي امتلكتك مرسيه الجواز. دي مش نرجسيه؟ وعنده تسقط عليه بقى ان هو اللي هو اللي نرجسي. الراجل يبقى شغال 24 ساعه شغل
من الصبح وبعد الظهر عشان يكفيها هي والعيال وبيجيبهم اللي عيهم عايزين، وهي قاعدة وهي بتشتغل ومرتبها بتحطه في البنك وتشتري شهادات ب30%، وهو يتفلق ويتحرق دم اهله عشان يصرف على الايه؟ على البيت. والاخر ايه؟ عشان مش عاجبها التصرفات تقول ده نرجسي. احنا نرجسي ايه؟ هو ده عنده فرصه؟ عنده فرصه يبقى نرجسي؟ ده بيشتغل، ده يا دوب بينام 6 ساعات بالعافيه. ايه نرجسي دي؟ ده غلبان. والمهم مش شايف ما تشوفوش كده. لا ده مفترض. ده الراجل لازم. والراجل لازم وتشيل الراجل. يبقى ماشي جنب بنته وهم طالعين من السوبر ماركت تشيل ويسيبوا يشيل الحاجات كلها. عاملها زي الجن وتقدر تشيل معاه وتتعاون معاه. انما لا مش انت الراجل؟ هو انت عشان راجل راجل يعني تدوه على دماغ اهله يعني؟ عشان هو راجل؟ كل مصيبه تقول له مش انت الراجل؟ نهار اسود كانها بتنتقم من الرجاله فيه. عندها عقل. من اخواتها الصبيان اللي كانوا مميزين من قبل امها. مش انا قلت لكم احنا بنوسع الامر؟ ده البنات بيكرهوك. لما تتجوز واحد تطلع فيه الايه؟ قطه الفطسه وتقول لك ده نرجسي. وهو الراجل يبقى طلعان عينه؟ هو الراجل اللي بيشتغل 18 ساعه ده عشان يصرف على مصروفه، تفتكروا ده يبقى نرجسي؟ مين اللي نرجسي اللي بتشيل مرتبها في البنك وعايشه ليدي على قفاه؟ مين اللي نرجسي؟ هو اللي بيحرق نفسه 18 ساعة عشانها هي والعيال، ولا هي النرجسية اللي عمالة تشيل مرتبها وتطلع عين أهله؟ والآخر مش عاجبها. ما أصله نرجسي. نرجسي فين بقى؟ يا جماعة إنصاف من فضلكم. مواقع التواصل الاجتماعي دي بقت مسخرة وبقى فيها بلاوي متلتلة وحيوانات بيعتبروا نفسهم اخصائيين ولا متخصصين ويقعدوا يشوهوا الراجل ويقولوا ده نرجسي وازاي تتعاملي مع جوزك النرجسي ويكتبوا شويه صفات تقوم هي تصطاد شويه الصفات دول وتحط على ما هي قاعده مشتهي نايمه بقى فتبتدي تحط بقى عليهم قد كده وتطلع الراجل مجرم ونرجسي وتقول له ما انت نرجسي انا عرفت ان وهي ما بتفهمش حاجه انما فهمت ان ارتبط جوزها يبقى فاهم يعني لا فرحت في تعليمه ولا فرحت في اي ليله انما ايه؟ فرحت في انها تفهم النرجسي عشان تطلع عين الراجل. طبعا الكلام ده واحد تاني يطلع الراجل ايه؟ يقول لك الايه؟ مش عارف الايه الشرقي المتخلف يطلع كتاب كده اسمه ايه الكتاب بتاع الحيوان اللي الفه وتسبب في طلاق ستات كتير جدا عشان يتمردوا على هذا النمط الشرقي المتسلط المتخلف الغبي اللي ما هواش بيتعامل زي الاوروبيين. هو كان اتربى زي الاوروبيين. هو كان عاش تربيه الاوروبيين، واحنا مجتمعنا مجتمع اوروبي ولا مجتمعنا مجتمعنا له عادات وتقاليد؟ وعلى فكره كل اللي اتطلعوا على هذا الاساس وتمردت على جوزها عشان هو نمط شرقي متخلف ندمانين اشد الندم. هم مش عارفين يعوضوه. لانه كان راجل كويس. انما شوهوا لهم الكتاب الغبي اللي طلعوا واحد غبي. طبعا النرجسيه ما هياش جريمه ولازم كل واحد فينا يبقى عنده قدر من النرجسيه عشان يعتز بنفسه وفي نفس الوقت ينجز، بس لازم يحب اللي ايه؟ الاخرين ويساعدهم. طبعا دي جزء من الوفاء بمتطلبات الذات طبعا يعني لازم انك انت تحب الاخر وفي نفس الوقت تحب نفسك وتساعدها، يعني برضو تقريبا احنا بنرجع لتعريف فرويد للصحه الايه؟ النفسيه. طبعا سوء الاوضاع بتاع الوالدين والطفل اذا ما كانتش متوافقه بسهوله فكل ده او اي منه قد يؤثر على قدره الطفل ليواجه احتياجاته في الحياه اللاحقه. يعني قدر من حب النفس ليس طاغي على حب الاخرين يجعل الانسان اكثر تكيفا واكثر نجاحا. ايه الانسان المختلف بقى لنظريه سيكولوجيه الذات اللي الراجل ده عملها سنه 1970؟ عملت فهم اوضح للنرجسيه وسمحت بان يبقى فيه جزء طبيعي من النمو بينما الشخصيه
الشخصية النرجسية قد تكون لها نواحي خطيرة، إذا كان الشخص يعني نرجسي بدرجة خطيرة، يعني إنما مش المقصود النرجسي، مقصود السايكوباتي. بس هما بيخلطوا بين النرجسي والسايكوباتي. النرجسي ما يضرش، إنما السايكوباتي هو اللي يضر. طبعا سمات الشخصية النرجسية ليست بالضرورة ضارة، واهتمت النظرية بالتفاهم في إطار العلاقة العلاجية كأداة لفهم وشرح ما يتم ملاحظته من خلال العلاقة العلاجية. طبعا دي الصورة اللي احنا خدناها مع بعض المرة اللي فاتت. ما شاء الله عليكم، طوالين كلكم، ويعني حاجة جميلة أوي. النقد النظرية ممكن لها نقد، قالوا طبعا هي يعني بيشوفوا انها نوع من العلاج التدريجي بس، ومفيش فيها تغيير، وانها محاوله لشرح النرجسيه بس، بحيث انها بتخفف من واقع ان الشخص يحب نفسه، لانه مفروض انه يحب نفسه وفقد الشيء لا يعطيه زي ما قلت لكم. وتتناول بكفاءه كل العوامل النفسيه زي الغرائز واللاشعور اللي لها دور في نمو الشخص وتواجده الايجابي. افتكر ده عادي زيها، ما تفرقش عن المدارس الثانيه في كتير يعني. ايه مزايا العلاج السايكوديناميكي بقى اللي احنا قلناها في اربع مدارس، وبدءا من ادلر وانتهاءا بالعلاج السايكوديناميكي المختصر ده. طبعا بيتم فتره قصيره وجلسات اقل كثافه، والمفهوم الاساسي للعلاج المختصر انه يجب ان احنا نركز مع المريض على نقطه اساسيه، والنقطه الاساسيه دي احنا محددينها في الجلسات الاولانيه، والنقطه دي تبقى هي المستهدف من العلاج. ما نسرعش في حاجات تانية. يعني عمر بيحاول يكون او ياخد نفسك ان انا متشتت وان انا مش عارف ايه، بعيدا عن المشكله الاساسيه بتاعته، فاحنا بنرجعه للنقطه الاساسيه بتاعته وعقدته الاساسيه. طبعا احنا بنحدد النقطه الاساسيه من خلال الجلسات الاولانيه، وبيتفق المعالج والمريض على تلك البؤره ان هي دي اللي محتاجه لايه؟ التركيز في العلاج. وطبعا على المعالج خلال الجلسه انه يركز على الاساس اللي اتفقوا عليه اللي لازم علاجه، ما يسرحش في حته تانيه، لان المعالج ممكن يبقى له اهتمامات اخرى. يعني ايه وجاي؟ يعني مثلا زي ايمان النهارده يعني يدخل معاها بقى في حاجات تانيه؟ لا، خلينا في في الهدف الاساسي. مشكلتها انتر بيرسونال، يبقى احنا شغلنا انتر بيرسونال، ما ندخلش بقى في حاجات تانية. العلاج السايكوديناميكي المختصر بيتجاوز عدد جلساته 25 جلسة، واحنا طبعا الحمد لله الفقر اللي المجتمع عايش فيه وارتفاع الأسعار ما بيخليش عيان يجي أكتر من من جلسة واحدة أو اتنين، فطبعا ما بنوصلش لا ل 25 ولا ل 40 زي ما بيقول. وبنركز على تقليل الأعراض من خلال العلاج السايكوديناميكي. هل بنستهدف حل الصراع الوجودي؟ لا طبعا، ده اذا هنعمل اهداف طموحه، واحنا عاده ما بنعملش اهداف طموحه في العلاج الدايناميك المختصر. اهم فنياته بنصحح الخبره الانفعاليه. احنا النهارده لما ايمان عاشت الخبره بتاع الاساءه اليها في العلاقه العاطفيه اللي هي عاشتها، وعيشناها الخبره وعيطت واتكلمت عنها واتكلمت عن اللي عمله وابن خالها و احنا عايشناها كده كوريكتيف ايموشنال اكسبيرينس، وخففنا عنها هذه الخبره المؤلمه، وخليناها تشوف انها حاجه ما تستحقش كل هذا الحزن وكل هذا العقاب لنفسها. التغيير او التغير بيحدث من استحضار الصراعات غير المحلوله في الشعور، وهي الخبره اللي كانت عندي ايمان خبره شعوريه، مشكله لسه حاصله او انفعال حاد. وطبعا لما بيفهم الامور اكثر، وهي فهمت الامور اكثر، بدات ترتاح وتبقى اكثر فهما. طبعا برجعكم
للكلام اللي قلناه زمان، ان احنا بنحول زي ما قلنا الصراع الشعوري مفيش منه ايه، الصراع الشعوري مفيش منه ايه ضرر، لكن الصراع اللاشعوري هو اللي منه الايه الضرر، لانه بيحصل له كبت، وبعدين الكبت بيبتدي يبحث عن مخرج، والمخرج يبتدي ينفع مرض ايه مرضين. طب هنشوف الحل بتاعها اللي هو في السلايد اللي بعدها على طول اهو. ادي ايه دور الطبيب اهو، انه حول الصراع الايه اللاشعوري الى صراع ايه شعوري مفيش منه ضرر، عشان ما يبقاش فيه ايه اعراض مرضيه. ده اللي احنا عملناه في العلاج، او ده اللي بنعمله في العلاج السايكوديناميك المختصر. وطبعا بنحل المشكلات اللي في العلاقات وكده، وبنحلل علاقه الطرح، وبنركز دايما على انه الحاجات تبقى في وعي وشعور المريض عشان يتم اكتشافها ويتم حلها. وهم بالتلخيص كده سبع فنيات: التركيز على التعبير الانفعالي للمريض، ده عملناه مع ايمان ولا لا، اكتشاف محاولات المريض تجنب موضوعات او الاندماج في مقاومه حصل، التعرف على انماط متكرره في حياه المرضى وعلاقاتهم عملناها مع ايمان، كل ده بجلسه ايه؟ جلسه واحده. التأكيد على الخبرات السابقة، أكدنا ولا ما أكدناش؟ وقلنا ضرر معايشة الخبرات السابقة وإن تطبقها على نفسها. التأكيد على خبرات المريض البين شخصية في علاقاتها، واستكشاف رغباته وأحلامه وخيالاته، وده استكشفناه واستكشفنا إيه اللي هي عايزاه، وساعدناها إنها من خلال اللي إحنا وصلنا له معاها إنها تصل إلى تحقيق ما ترغب وتريد. طبعا دي صورة مع النواب، وطبعا النواب دول يعني هم عصب المستشفيات وعصب الأقسام، وهم اللي بيجيبوا لنا الحالات المرضية وبيجهزوها. وشفتوا المرة اللي فاتت لما ما جابوش الحالات المرضية واحد فيهم تطوع وقعد، وهو عمل دور الايه؟ دور المريض، وعبر عن نفسه بصدق. فأنا الحقيقة معاكم بحيي وبشكر النواب. ادي الصوره اللي خدناها المره اللي فاتت. طبعا احنا كده خلصنا